يعني من فترة. انا سومو. والله سومو فوش. اولا انت يعني السر بتاعتك عن الدراما بقالك فتره، رغم ان انت تالقتي فتره بين السرايات وعملت شغل حلو، كان في تغيير شكل وتغيير جلد كبير جدا، ليه؟ الحقيقه انا من النوع، من يوم بدايتي اهلا بفوشيا الاول، من يوم ما بدات وانا بدور على ادوار مختلفه، فلما جالي بين السرايات من سنتين عملته ست صباح، وكنت شايفة انه لازم العمل مش بس يبقى دورك فيه مختلف، لازم كمان تبقى المجموعة، المخرج، الانتاج، العدل، سامح عبد العزيز، باسم سمرة، روجينا، الناس كلها اللي كانت موجودة، مش عايزة اغفل حد يعني، القصة مش بس بطولة ودور وحلو كده، فكان تغيير جلد ومش متوقع مني، فكانت حاجة لطيفة قوي. السنه دي مفيش حاجه عجبتك مثلا؟ كان معايير الاختيار مختلفه؟ ما الحقيقه عرض عليا ثلاث او اربع حاجات وكان المفروض تقام، وبعد كده اجلت لبعد رمضان، لان حضرتك عارف طبعا ان الموسم الرمضاني ده بيبقى يعني مخيف. كان ليكي تجارب هايله جدا على المسرح مع الاستاذ محمد صبحي، لكن كالعاده برضو المسرح توقف او اندثر. هو طبعا يعني هي الفكره ايه، انه لما انا مغنيه اصلا وبعدين بيتعرض عليا سينما وبعدين بيتعرض عليا مسلسلات، بتبقى المحك اقوى. ليه؟ لانه بيعتبروك مغني بيمثل، فدي بتبقى حاجه معاك وضدك، يعني بتحسب عليك وبتحسب ضدك، فلازم تختار ادوارك بعنايه. فالحقيقه الحمد لله في السنين اللي فاتت كلها اختياراتي في السينما وفي التلفزيون وفي المسرح اللي هو التتويج لمرحلة النضج الفني كانت جميلة جدا مع الفنان محمد صبحي، لما عملنا لعبة الست وكارمن وسكة السلامة، ودي الحقيقة يعني أنا حصدت بيها حب الناس والنقاد، ولغاية هذه اللحظة لما بتتعرض أو حتى الناس تقول جمل من المسرحيات، مش عايزة أقولك أنها لسه معمولة مبارح، فمرسي. تقولي ايه الاستاذ صبحي بان احنا جبنا سيرته دلوقتي؟ كانت تجربه رائعه، وان شاء الله يعني هو حتى بعديها ما حصلش مسرح تاني، بس ان شاء الله يعني ربنا يوفقه في مسرحيات حلوه زي المسرحيات اللي اتعملت. والله نزلت اغنيه سنجل اسمها اسهر بقى لوحدك، وبصدد ان انا اصورها. يعني رومانسيه شقيه زي ما كنت بتقدمي ولا؟ هي بتقول اسهر بقى لوحدك، انا حب انام بدري.